لطالما سمعت هذا الحديث، إن من يوم الجمعة لساعة يستجاب فيها الدعاء، وإنها إن شاء الله تكون قبل المغرب بساعة من يوم الجمعة، لكن أنت تسمع ولا تعمل. ليش؟ لأنك دعوت ودعوت ولكن الله لم يستجيب. نفس الموضوع حدث معك عندما قالوا لك، وهذا حديث صحيح يعني، لكن أين الخلل؟ هذا لم نصله. قالوا لك إن لك في رمضان من كل يوم تصومه لك دعوة مستجابة، تدعو لا يستجيب. يتنزل الله جل في علا في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل تحديدا ويقول يا عبادي، يعني ادعوني أستجب لكم، هل من جائف فيستطعمني فأطعمه، هل من مديون؟ السؤال إن نسأل الله. طيب لماذا ندعو الله في هذه المواطن الطيبة ولا يستجيب الله؟ اسمع مليح، خليك كلك أذان صاغية. يوما ما كان عند الشيخ راتب النابلسي مهندس خيطان، هذا المهندس كان يسرع نعم سنين وهو يسرع. قال للشيخ راتب النابلسي، طب هاي حقيقة أنا بتكلم عنها إننا نعيشها، إحنا الحمد لله رب العالمين يعني بدأنا نعيش هذه الحقيقة. فهذا الشاب قال يا شيخ إني أسرع، لماذا يعذبني الله؟ لماذا؟ ما شو الخلل؟ ليش الله بيعذبني؟ من أن يختصر الكلام، ماذا قال له راتب النابلسي، الشيخ راتب النابلسي؟ قال له يعني أعطاه بنود، قال عددت له تقريبا 40 بند. طبعا شو البنود؟ استقامة على أمر الله، الصلاة في وقتها، ذكر الله، استغفار، صلاة، قيام ليل، صدقات، غض السمع، غض البصر، لسانك، وكل هذه الأمور، يعني استقيم على أمر الله. طيب غاب هذا الشاب، هو مهندس خيطان، غاب هذا الشاب ورجع بأول درس. قال له يا شيخ والله هاي أول مرة في حياتي لم أسرع. شو سوى؟ سمع بكله بأذني، جعل كله آذان صاغية. اسمع أخي الكريم، الله يستجيب لكنك أنت لا تستجيب، أنت لا تعبد الله كما يريد الله جل في علا، أنت تأخذ من الدين ما تشاء، أنت مرآة هذا الدين. يا أخي اسمك محمد، إذا مشيت بين الناس بيقولوا هذا محمد يمثل إسلام ولا يمثل أمة الكفر، أمة الضلال، أمة التيه، أمة العربدي، أمة الزعرني، أنت تمثل دين الله أخي الكريم. فعن شان هيك لازم يكون خلقك خلق الإسلام مش خلق المسلمين. إحنا مدرسة، الإسلام هو دين الله، هو الجامعة، هو المدرسة، والمسلمين هم طلاب هذه المدرسة. وأغلبنا سقط أغلبنا، كثير منا، لأنه هذه الأمة في ذيل الأمم. وأنت تدعو الله لا يوم جمعة، لا يستجيب بيوم جمعة ولا بقيام ليل ولا بأي شيء. لماذا؟ لأنك أنت أدرت ظهرك لله. هناك سنن لله، لا تحابي أحد، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بدك تغير من نفسك، تترك الإباحيات والإصرار على المعاصي وتبدأ تعبد الله كما قال جل في علا، وتعيش هذا الحديث. هذا الحديث من عاد لي وليا، ما تدك تسأل فيستجيب الله. انت اللي بتضلك يعني اجر في الدنيا واجر في الآخرة، السؤال هل الله يستجيب والحياة بتضلها تبقى طيبة جميلة جدا جدا، واروح اسافر الرحال واكل وين بدي واساوي شو بدي الا الحرام، وسيغنيك الله عن الحرام هذا بحلال؟ نعم، من أذن لي وليا فقد أذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. شو هي الفرائض؟ الصلاة والصيام والحج والزكاة؟ لا يا أخي مش هاي، هذه قسم منها. أن تنتهي عن الغيبة والسب والشتم والشرك الخفي والشرك العلني، وأن تنتهي عن أكل الحرام والربا والتكشف والعري والحسد والغيرة والحقد وهذه كليات وقطيعة الأرحام، انتهي. هذه من الفرائض. وما وأحب ما تقرب إلي عبدي فيما افترضته عليه. أنت فكرت الصلاة والصيام وبتسارع أنك أنت تصلي في الصف الأول، لكنك لسانك مش ضابه وكلامك مش ضابه، وأنت يعني سيء الخلق، لا تمثل الدين. إذا نظر عليك غربي يقول أنا لا أريد أن أنتمي لهذا الدين، هذا الدين لا أريد أن أكون من أتباعه.
لكن الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح فتحوا بديار الكفر بأخلاقهم. فأنت مأمور إنك تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مما وجدت، مش مما قالوا وقالوا 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 وأنت تغتاب الناس وتسب الناس. فهمت؟ قال ابن تيمية، قال فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نتبع سنة الحبيب المصطفى ولا نتحزع عنها قيد أنملة، لكن خلينا نعيش ماذا قال رسول الله، مش فقط قالوا 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 وهكذا. قال تأتي لي قال وحديث بدك أنت أبواب الفرج وحديث أحاديث، لكن الله لا يستجيب لك لأنك تعبد الله على هواك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، قل لي شي كم الله يسلط عليكم عذابا. أنت مهموم مكروب أمورك معطلة، يوم الجمعة في استجابة الدعاء لا يستجيب الله. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون، شرط أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قل لي شي كم الله يسلط عليكم عذابا، هيك أنت بالعذاب. تدعوه فلا يستجيب. قل لي شي كم الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه، تدعونه فلا يستجيب. هذا الدين لا يرتفع، هذا المرض لا يرتفع، هذا الهم والنكد لا يرتفع، هذا الذل للأمة لا يرتفع، لأنك لا تأمر بالمعروف، لأنك مش عايش أنت في أخلاق المسلم الذي أراده الله. ثم إنك أنت شوف هذا الحديث أين ذهبت أنت به، أنت جاي على رمضان بدك تصوم، يعني تكون أنت عابد لله. قال يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها. قال لا خير فيها فهي في النار. يعني انت فكرك بدك توقف يوم الجمعه يا رب 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 نص ساعه، وبعد ما تخلص من الساعه انت لازلت قاطع للرحم، وانت لازلت انت مرابي، ولازلت تغتاب الناس وتسب الناس وتشتم الناس، ولازلت انت حاسد، ولازلت تلهث وراء هذه الدنيا. لا يا اخي مش هكذا يستجيب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا، عندما تستجيب لله وتعبد الله كما يريد وليس كما تريد، ولا تشرك بالله ولا تنسب فضل الله عليك لغير الله، كل عبادتك يحبطها الله. إذا الله أعطاك عليك أنت موجود في نعم الله، وكل شيء من حولك هو من نعم الله، فرد الفضل لله ولا تقول أبو أحمد ولا شيء. نعم جزاه الله خير أبو أحمد الذي كان سبب، الله الذي جعله سبب، فالفضل كله لله جل في علاه. إياك أن تشرك، والله لو كنت أكبر عالم وقلت أنا إنما أتيت على علم هذه قالها قارون فخسف الله به الأرض، وإنما أنا خير منه فهذه قالها إبليس والله لعنه في هذه اللعنة. نعم، فالظاهر هنا الشاهد هنا إني لا يزال عبدي يتقرب إلي. تقرب يا أخي وانتهي، الله يعطي الجزاء الأوفى على الانتهاء، أن تنهى نفسك عن الهوى. أما من نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أبشر في استجابة الدعاء، أبشر في إن كل دعوة تستدعيها ستراها. مش كل شيء يدخره الله، الله كريم، الله غني، الله لو اجتمع الإنس والجن في صعيد رجل في صعيد واحد وكل واحد سأل الله مسألته، قديش بدك تسأل؟ ما نقص من ملك الله إلا كما تدخل الإبرة وتخرجها، لا ينقص من شيء ملك الله شيء، لأنه عطاء الله كلام، خذ كن فيكون. فما تقول لي كل شيء يدخره الله للآخرة، الله بيعطي لكنك أنت تسيء الأدب إلى الله، ذنوب الخلوات، نعم الغيبة والنميمة، نعم حديث المفلس الذي أفلس وفنت حسناته، وتدعي يا رب يا رب، لو إنك دعوت يا ربي أنا أفلست من الحسنات يا رب خذ بيدي إليك سترى الاستجابة، لئن سيفتح الله عليك ويبعث لك المراسيل ويبعث لك دروس. نعم عندما تقبل على الله وتبدأ الصلاة في وقتها أحب الأعمال إلا الصلاة في وقتها، ابدأ، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ابدأ. أما تبقى أنك تتكلم وتتكلم وكلام وكلام وكلام، أنت لماذا ندعو الله ولا يستجيب؟ فهذا كل كلام، فاهم؟ عليك أنك أنت عشان تصير تتحقق دعواتك أنك تستجيب لله وتعبد الله كما يحب الله ويرضى، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تشرك بالله شيئا، وأن تبدأ تعبد الله كما أمرنا الله، وتعيش حقيقة هذا من عاد لي وليا، تصبح ولي مستجاب الدعاء من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فتقرب إلى الله في هذا الاستغفار وقراءة سورة البقرة وخدمة القرآن تقربا إلى الله، ولا تقول بكفي صفحتين زيد 10 صفحات، تقرب إلى الله. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل
هذه نوافل حتى أحبه. شفت وصلت إلى محبة الله إن يحبك الله حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويدي التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها. ولئن سألني يا رب بيوم الجمعة سيعطيك، يا رب بعد ما تفطر من رمضان سيعطيك، يا رب في ليلة القدر سيعطيك وسطر بأم عينيك إنه يعطيك. نعم ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هو بيت القصيد أخي الكريم. إنك تدعو ولا تنتهي عن الغيبة ولا السب ولا الإباحيات ولا السقطات ولا تنتهي شيء، وتظن إن كلمة استغفر الله وأنت مصر ستنفعك أو تتبع هذه السيئة. عليك أن تنتهي قدر المستطاع وتري الله، تري الله إنك يا ربي ها أنا أقبلت. أول شيء بدأ في صلاتي في وقتها، وثم لزمت الاستغفار توبة عن هذه الذنوب، ثم مسكت مصحفي أو مسبحتي وبدأت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع عشان تفهم عشان تعرف عشان تبني لك رصيد، رصيد من الحسنات الذي يوازي هذه السقطات التي عملتها في الماضي. نعم هذه السقطات، نعم حديث المفلس لازم تخرج من هذه الدائرة ولا تبقى مصر ولا على أي ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ابقى على ذكري يا أخي بالليل والنهار. نعم لا تشتت نفسك بالذين يقولون لك الصيغة كذا ولا الصيغة كذا. هون عليك، نعم تكفيك كلمة استغفر الله، وأول عطاء الله أقسم بالله سيكون المطر. وهذا ما عهدت وما عهده المتابعين عندي، إن هذا المطر في الشتاء جاء سيأتي قبله الرؤى تبين لك أنه مطر الاستغفار، وسيأتي توعد سورة نوح بالترتيب. الله جل في علاه ربط المطر في الاستغفار في أكثر من موقع من سورة نوح وسورة هود. نعم وفي سورة الأنفال الله جل في علاه قال ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمنك وأمانك في هذه الدنيا هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان بين ظهرانينا، ولكن بعد ذلك ترك لنا الله الاستغفار، لا يعذب الله مستغفر. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. لا تلهتوا وراء الصيغ حتى يستقيم أمرك وتتوب إلى الله. وعليك مهم إنك تكون صاحب خلق حسن تمثل دين الله. لن يعطيك الله شيء حتى تكون أنت مرآة لهذا الدين، محب للمسلمين، محب للخير، تحب الخير للناس، ليس حقود وليس حسود وليس ماكر، ولا تنطعن بالظهر ولا تغتاب ولا 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 ولا. نعم أقبل على الله، محب لهذه الأمة، محب لدين الله، وكن هذا شعارك. والذين آمنوا أشد حبا لله من المال، من الزوجة، من الولد، من العقارات، من كل شيء على وجه الأرض. والأشخاص هم تراب، بارك الله فيهم، لكن يبقى عندنا المولى عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وعترة آل بيتي، كتاب الله والخلفاء من الرشيدين من بعدي، هذول إني. نعم فنأخذ عنهم، نعم علماءنا الأجلاء بارك الله فيهم، جزاهم الله خير، ما شاء الله عليهم طبعا. ولكن إحنا تعامل مع الله، لما بتتقي الله إنما يتقبل الله من المتقين، فتخاف الله واتقوا الله ويعلمكم الله. الله سيبعث لك من يعلمك، من يفتح عليك في هذا الزمن الرديء، سيغير الله أقدارك وأحوالك. عندك ليلة قدر تنتظرك، شمر من الآن، امسك عليك لسانك، اغلق هذا الفم. قال رسول الله من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. لسانك، ما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه لمعاذ، قال يا معاذ امسك عليك هذا. قال له يا رسول الله أو نؤخذ بما نقول؟ قال تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوهها إلا حصاد ألسنتها. أخي الكريم لا تبقى في، تأتي برابط وترميه في الجروبات، تأتي في منشور وترميه في الجروبات، يا أخي امسك مسبحتك وابدأ استغفر بكف عاد. هذا لم يغير في حالك شيء، والله سطر العجب عندما تمسك مسبحتك وتبدأ تستغفر وتبحر مع الاستغفار. خيره، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ ذكر الله، فالاستغفار هو مغفرة وذكر لله. نعم ولا تنسى كتاب الله،
لا تنسى كتاب الله أن تكون خير جليس لك في هذه الدنيا في هذا الزمان هو كتاب الله. نعم سيفتح الله عليك فتوح العارفين إن شاء الله، لكن ابدأ 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 كل يوم تزداد، يزيد الله يعلمك أكثر وأكثر وأكثر حتى تبدأ يا ربي يوم الجمعة فترى الإجابة، يا ربي بعد الإفطار سترى الإجابة، يا ربي بجوف الليل تسأل الله فيستجيب الله سترى، أقسم بالله سترى. من الذي قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل حتى أحبه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه؟ المولى عز وجل الذي قال، مش أبو أحمد، لكن وجدنا هذا والحمد لله رب العالمين. فلا توي حالك بين الصيغ وأي صيغة يقول لك عنها، عيشها يا أخي عيشها. قالوا لك 70 مرة، عيش 70 مرة، خذ لك شهر، ما هي كله ذكر لله، شوف 70 مرة شو يجيبوا لك. وإذا قال لك صيغة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، عيشها. هل تصل إلى 30,000؟ عيشها. نعم نحن عشنا في كل مرة كان المطر أول عطاء الله، وهذه تدوينة كتبتها في 2015 عذرا بال 2015 طبعا لمسته هذا كلياته. بال 2022 عندما بدأت الاستغفار مرحلة أولى ثانية، يعني مرحلة ثانية، دونت تدويني على الفيسبوك، ما كانت هذه القناة موجودة، ما كانت هذه القناة موجودة، لا والله أشهد لله. فدونت تدويني على الفيسبوك قبل المطر في 18 يوم أو 17 يوم، دونت تدويني على الفيسبوك أول عطاء الله بالاستغفار هو المطر، وهذا ما حدث. وجاء المطر في شهر 6، وكان المطر في 2015 كمان في شهر 6، وأول عطاء الله في المال كان 4000 دولار بال 2015، وب 2022 كمان مرة 4000 دولار. ثم فتح الله والحمد لله نحن بعافية وخير والحمد لله رب العالمين، ونرى رعاية الله ونحن نراقب الله ونرى معية الله واستجابة الدعاء، وكله خير والحمد لله رب العالمين. وما هذه القناة التي بفضل الله الله فتح علينا، وهناك تقريبا 1,300,000 ساعة مشاهدة على هذه القناة. نعم هناك يعني تقريبا 400,000 مشاهد على هذه القناة. الله يريد أن يغير، الله يريد أن يمن عليكم ويرحمكم، فاخلعوا الذنوب التي تحول وجعلت بينكم وبين الله ساتر. بدك استجابة الدعاء ولا تبقى ترمي بوستات وترمي روابط ولا تسمع شيء؟ بدك إياني أسمع 20 رابط في اليوم ولا 1,000 رابط في اليوم ولا 100,000 بوست في اليوم لكل واحد يرمي بوست؟ أخي امسك مسبحتك وتوب من هذه الذنوب وابدأ استغفر الله وخلي لسانك، ألا يزال لسانك رطب بذكر الله. نعم أدي واجبات التي أمرك الله بها على أحسن وجه، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تشرك بالله، وسترى العجب العجاب إن شاء الله من فضل الله عليك. نعم هنا يستجيب الله، هنا تأتي الجمعة وأنت تنتظر يوم الجمعة قبل المغرب بساعة، وتأتي رمضان تنتظر رمضان لأنه في عندك استجابة الدعاء، تنتظر ليلة القدر ليقدر الله لك شيئا جديد خيرا من الذي كان في السنة الماضية. نعم بجوف الليل تقوم الليل، فتنتظر هذا العطاء لأنك وجدت منه الكثير. مش يقال لك ولم تجد شيء، قالوا لك ولم تجد شيء، يقول لك الحوقلة كذا والحوقلة كذا ووجد، وقال ابن تيمية وقال فلان، لكنه الشيخ الذي يدلك على الأمر. نحن عشنا هذا الأمر وأنا مسؤول أمام الله، إني وجدت كل الذي أقوله لكم. ليه؟ فليأتي الشيخ الذي يقول لكم، وأنا عشت الاستغفار ب30,000 استغفار، 30,000 بصيغة استغفر الله استغفر الله استغفر الله في 2015 6 أشهر كاملة، وبال 2022 بدأت فيها حتى شهر 8 عذرا 9 و10 8 لا شهر 8 وشهر 9 شهر 8 وشهر 9 بال 2022 نزل الورد وعشت الصلاة على رسول الله بالصيغة الإبراهيمية. ولكن قبلها عشان أبين لك المطر، لكن قبلها كان 30,000 وكان في مطر. عندما عشت الصلاة على رسول الله بال 2022 شهر 8 وشهر 9 كاملات بين الفجر والشروق صلاة على رسول الله بالصيغة الإبراهيمية، نزل ورد الاستغفار، نزل ورد الاستغفار. فقلت بعد ما خلصت الشهرين وزوجت أولادي، أول يوم ارتفعت ب30,000 استغفار كتبت دوينة، أقسم بالذي رفع السماء بالعمد سنرى ماذا يفعل الله ب30,000 استغفار، وإذا السماء تمطر، ما كانت تمطر، وصلت. والمطر من علامات قبول الاستغفار. ومن يقول لكم غير ذلك فهو يخالف كتاب الله. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وغفر أرسل السماء مدرارا، بدأ المدد، المدد مستمر. قد يمسك الله عليك شيئا حتى يستقر إيمانك وتعيش آية لتبلغ هذه الآية وتستميت على تبليغ هذه الآية مما وجدت من خير عظيم فيها، وتحب الخير للمسلمين تبلغهم هذه الآية. هنا
سيفتح الله عليك أكثر وأكثر، لكن في البداية سيمسك الله عليك شيء، ستستقيم أمور كثيرة معك، حياة طيبة، أمور طيبة، لكن الأمر الذي شمرت لأجله سيمسكه الله عليك، لكن سيهدم روعك. ليش؟ لأنه لو أن الله أعطاك إياه، لو أن الله بسط لعباده الرزق لبغوا، لو أن الله أعطاك إياه هذا الأمر لا أخذته، تركت الاستغفار ورحلت. الهدف أنك أنت تكون عبد من عباد الله، من الذين يعني يمثل هذا الدين، يمثل هذا خلق المسلم. نعم، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتكون من خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهنا تأتي استجابة الدعاء، ليس فقط إن نحن فقط نستغفر ليأتي المال، لا، أكبر من هيك. الله سيكون هو الذي يدافع عنك، هو الذي سيعطيك من عدل وليا. هنا عيش، فكل عمل بتعمله، أي شيء، زيارة مريض، إنفاق، اعملوا لله من باب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه نوافل، قرأت قرآن لا يزال عبدي يتقرب إلي، قمت ليل لا يزال عبدي يتقرب إلي، حتى يصير الله جل في علاه سمعك وبصرك ويدك ورجلك التي تمشي بها، سيأخذك الله إلى أبواب الخير طبعا. و إن سألت الله سيعطيك، يوم الجمعة يا رب يعطيك، يوم في رمضان يعطيك، في جوف الليل يعطيك، في كل موطن تسمع فيه عطاء سيعطيك، إن ينزل المطر يعطيك. نعم، فللقصة بقية، الله يبارك فيك. عشان هيك أنت بتطنش عندما تسمع في استجابة الدعاء، وفي الليل جوف الليل في استجابة الدعاء لا يستجيب الله، لأنك أنت لم تستجيب لله، أنت تعبد الله تظن أن هذه الصلاة، هذه نقرات الصلاة تكفيك، وقالوا لك إنها كفارة لما بينهما، والوضوء يغسل الوضوء، وكل هذه الأمور الظاهر إنها ما نفعتك، فأنت وقعت في حديث المفلس، وأنت وقعت في يا رسول الله نتصم النار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها، قال لا خير فيها فهي في النار. انظر إلى حالك، حال من حولك، حال المسلمين، كيف نحن في ذيل الأمم، كيف نحن مديونين، مهمومين، مكروبين، لا نصنع لا طعامنا ولا دوائنا ولا سلاحنا ولا شيء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هكذا نكون عباد الله، عندما ينظر إليك أي غير مسلم، حتى المسلم الذي لا يصلي، يقول لك أنا أريد أن أصبح مثل هذا الرجل، أنا أريد، هذا يمثل دين، هذا يمثل عقيدي، راقي، مع رسالة ربانية. نعم، هذا هو الشخص اللي أنا أبحث أن أكون مثله. نعم، وكنكون كما كانوا صحابة رسول الله، نعرف الله ونراقب الله ولا نشرك بالله شيئا. جزاكم الله خير، جمعتكم مباركة، قبل المغرب بساعة، قبل المغرب في ساعة من كل يوم جمعة لكم دعوة مستجابة في جوف الليل في آخر الثلث الأخير. ابكوا مشاكلكم لله، وألح وعيد، وألح وعيد، حتى يقبلك الله، سيقبلك الله، لأن تاني عبدي مشين أتيت هرولة. لكن لا تتبع هذا الدعاء بثاني يوم غيبة ونميمة وسب وشتم وأفلام ساقطة وربا وتكشف وعريب، الآخر تقول لم يستجيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.